اهلا بيكم في حلقه جديده معانا النهارده. احنا النهارده هنعمل مكرونه بالسبانخ، مفيده وخفيفه وان شاء الله تعجبكم. في طاسه هنحط معلقتين زيت كبار، هنحط بصله مفرومه ناعم، نحط فصين ثوم كبار مفرومين. بعد ما شوحنا البصل والثوم مع بعض وشوحناهم كويس، نبتدي ننزل بالجبنه الرومي المبشوره، 3 معالق جبنه قريش كبيره. جبنه القريش البروتين بتاعها عالي جدا والدهون بتاعتها قليله، فعشان كده بتكون خفيفه ومفيده. نص كوبايه ميه مغليه، رشه ملح، رشة فلفل، رشة جوزة الطيب، ونقلبهم مع بعض كويس جدا. كوباية كريمة لباني، نسيب الكريمة مع الجبن لحد ما ياخدوا هما الاثنين من طعم بعض. في بولة هنحط المكرونة المسلوقة، كوباية ورق سبانخ فريش. السبانخ من الخضار المليان حديد، واحنا عاملينه النهاردة بطريقة مختلفة ان شاء الله هتعجبكم. كوباية مشروم فريش متقطع، هنقلب المكرونة مع السبانخ والمشروم مع بعض. هنحط صوص الجبن والكريمة على المكرونة والسبانخ ونقلبهم مع بعض كويس. نحط المكرونه في البايركس ونرش الوش جبنه موتزاريلا وندخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه لحد ما الوش يحمى. ودي كانت وصفتي ليكم النهارده، مكرونه بالسبانخ عملناها بطريقه مختلفه. يا رب تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. اشوفكم في حلقه جديده وبالف هنا وشفا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.